فكرة، دراسة فمشروع. نظام ري ذكي طوره طالبان جامعيان من جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بوهران. التجربة تجسدت من خلال غرس نباتات ذرة ومتابعة حالة النبتة والمناخ بنظام مراقبة مع سقي ذكي منتظم. المشروع تاعنا عبارة عن نظام خاص للري الذكي، يقوم بري مساحة 50 متر مربع فيها 88 نبتة ذرة كأول بروتوتيب. يقوم بسقي هذه المساحة بطريقة ذكية، أي أنه يأخذ المعلومات تاع المناخ في المنطقة هذيك ويقوم بحسابات خاصة به، اللي من بعد هو يديدوي كمية الماء اللي يسقيها وين يقوم بالسقي. نظام الري الذي طوره نور الدين وعادل يستعمل في مختلف المحاصيل الزراعية، إذ أن هذا النوع من الري يحسن المنتوج ويوفر المياه. هذا المشروع يوفر لك الماء، حاجة زوجة، يحسن طريقة عمل الزاغرونوم، أن الزاغرونوم يصبح بلو فاتيغي أبخوندر دي عينات هاك وهاك. يكون عندها الزاغرونوم دروك سهولية في المعلومات، بس يكون عندها معلومات في طول طن سو دي غراف. غادي يكون عندنا تاني النبتة، ويكون عندنا يحط النبتة في إيطاء إيديال وين يسقيها بلا ما يحطها اون ستريس، بلا ما يكثر لها الماء. حاجة زوجة أنه المنتوج تاع النبتة غادي يكون وفير ويكون بنوعية أفضل. إنجاز هذه التجربة لقي مرافقة من جامعة العلوم والتكنولوجيا التي وفرت للطالبين المساحة الزراعية والمعدات اللازمة. طبعا احنا هاد الطلبة تقدموا عنا بطلب ورافقناهم، اعطيناهم يعني كل الدعم معنوي ومادي، وحتى يعني اساتذه يرافقهم في المشروع، وتشوفوا النتيجه يعني جيده. التجربه تندرج في اطار مشروع تخرج الطالبين لشهاده الماستر، غير انها تستحق كل التشجيع، ولما لا تعميمها على المساحات الزراعيه.